لك خلال القطاع الميزانية للأكاديمية جهزة اللي أمننا بها الدخول المدرسي والوسائل اللي تعقيم وكذا العملية تمت. جماعة مشكورة حتى هي في الدخول المدرسي دارت واحد الحملة بالكامل وهذا كبير من التعقيم اللي عقموا لنا المؤسسة الكبيرة. هذا اللي ان شاء الله غادي يكون مصيبه وكان شرطو في العام الماضي على اساس ان اليوم اول نهار عندهم في الدراسه ان شاء الله. في إطار زيارة تفقدية للسيد عام الإقليم أو سرد وفد المرافق له للمؤسسات التعليمية بالإقليم للوقوف على سير الدراسة وعلى احترام الشروط الاحترازية والوقائية من وباء كورونا ولمعاينة المجهودات المبذولة في هذا الاتجاه بناء على توجيهاته وعلى التوصيات الصادرة عن مجموعة من المؤسسات على المستوى المركزي والجهوي والإقليمي. من طبيعة الحال تتزامن هذه الزيارة مع توصل المديرية الإقليمية بدعم محمود من المجلس الإقليمي الأوسر فيما يرتبط بتوفير الكمامات وتوفير معقمات وأدوات ووسائل التنظيف ومجموعة من التجهيزات التي تغطي كل المؤسسات التعليمية وتجعلنا إن شاء الله نطمح إلى أن نمضي موسما دراسيا تتوفر فيه الدراسة بجودة عالية وبشروط آمنة لكل مرتفقي المؤسسات التعليمية بهذا الإقليم إن شاء الله. وحقيقة استقبال مكتب العموم والعمارات